من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن مصر أهم شريك لبلادها في المنطقة العربية وشمال أفريقيا. كما أشارت الوزيرة الألمانية للشراكة بين مصر وألمانيا وإشكال التعاون بين البلدين في عدة مجالات، لافتة إلى أن نحو 400,000 شخص يتحدثون اللغة الألمانية في مصر كثاني أكثر اللغات تحدثاً في مصر. إن مصر في الكثير من المسائل هي أحد أهم شركاء الحوار لنا في شمال أفريقيا وفي العالم العربي وفي المنطقة العربية، ولذلك فقد تحدثنا اليوم حول العديد من المسائل الإقليمية، بشكل خاص بالطبع آخر التطورات في ليبيا وسبيل التعامل مع هذه التطورات، لأننا شركاء في عملية برلين وما زلنا على تواصل مكثف حول هذه المسائل. الاهتمام المشترك لنا هو الاستقرار السلام في ليبيا، ولن نحقق ذلك إلا إذا ما قرر الليبيون والليبيات بشكل مشترك القرارات المتصلة ببلدهم. كما تعلمون كنت أزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية. ألمانيا تقدر في هذا السياق دور الوساطة الذي تلعبه مصر في النزاع في الشرق الأوسط، وبشكل خاص الجهود المبذولة من ناحية مصر والحكومة المصرية للناس في غزة. الحكومة الجديدة الألمانية هي أيضا على قناعة بأن حل الدولتين المبني على المفاوضات هو السبيل الوحيد للسلام الدائم، حتى وإن كان الطريق نحو هذا الحل ما زال طويلا.